موجز الأخبار المحلية مع مظهر حركة على الشرق الأوسط 1450 AM. لجنة شاربونو تفرج جزئيا عن أقوال لزامبيتو يتهم فيها نافذين في الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبك بالفساد. مطالبة بلجنة برلمانية حول إغلاق المحطة النووية في كيبك ومصنع للسماد الزراعي قد لا يكون البديل المثالي. التفتيش الأولي لمنشأة اللحوم في ألبرتا يظهر التزاما بمعالجة معايير الأمان الغذائي في شركة XL Foods. صباح الخير أعزائي المستمعين. أفرجت بالأمس لجنة شاربونو عن أجزاء من أقوال لينو زامبيتو التي أدلى بها الخميس المنصرم ليعلن أن الفساد يمتد إلى أعلى المستويات في الحكومة الليبرالية السابقة، بما حول مبالغ طائلة من الضرائب إلى خزينة الحزب، وبأن نظام الفساد يطال من كان مرة نائبا لرئيس الوزراء وكذلك وزيرا للعمل. بعض المهندسين المشرفين على مشاريع وزارة النقل طالتهم أيضا الأموال، ومن ثم طلب منهم تحويلها إلى تبرعات سياسية وتحديدا للحزب الليبرالي في مقاطعة كيبك في سهرة تبرعات نظمها زامبيتو برعاية نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة الشؤون البلدية في حينه ناتالي نورماندو. شهدت لينو زامبيتو المتعهد السابق في قطاع البناء وأحد المتهمين بقضايا فساد وتواطؤ ستستأنف الأسبوع القادم أمام لجنة شاربونو التي تحقق في الموضوع. في موازاة ذلك سيمثل 11 مهندسا أمام اللجنة التأديبية للنقابة بسبب خرقهم قانون المهنة والمساهمة بطريقة مشكوك فيها بتمويل غير شرعي للأحزاب السياسية في المقاطعة. طالب زعيم المعارضة الرسمية الحزب الليبرالي في مقاطعة كيبك بتشكيل لجنة برلمانية حول إغلاق المحطة النووية جونتيي 2 في بيكانكور ومساءلة رئيسة الحكومة بولين ماروا أمام مواطني المدينة. الزعيم المرحلي للحزب جون مارك فورني أعاد تأكيد موقف الحكومة الليبرالية السابقة بإعادة تأهيل المحطة، واضعا الملامة على ماروا لرفضها لقاء الأهالي، معتبرا أن أي خطة لتغيير وتنويع اقتصاد المنطقة يجب أن تستند إلى مطالب مواطني وسط كيبك وموريسي وليس بناء على إسقاطات مكاتب الإدارة الحكومية. في موازاة ذلك أعلنت حكومة مقاطعة كيبك بالأمس عن المباشرة بإنشاء مصنع للسماد الزراعي في منطقة بيكانكور ليكون البديل الاقتصادي عن إغلاق المحطة النووية. المشروع سيكلف 1.2 مليار دولار وتتشارك في قيامه تعاونيتان زراعيتان تضمان حوالي 90,000 مساهم سيستوعبون حوالي 40% من الإنتاج، على أن يباع الباقي في أسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية. مقابل ذلك برزت مخاوف لدى سكان المنطقة من نوعية الوظائف المستحدثة والتي تختلف بشكل جوهري عن قدراتهم ومهاراتهم الفنية، بالإضافة إلى هواجس حول مستوى الرواتب في الوظائف الجديدة. نفذت وكالة سلامة الأغذية الكندية بالأمس تقييما تفصيليا لمنشأة تصنيع اللحوم في شركة XL Foods مع استمرار موجة الاسترداد الضخمة للحوم الملوثة ببكتيريا إيكولاي. بيان للشركة أشار إلى معالجة مسائل أساسية منها توثيق البيانات وإجراءات الصيانة وتحسين آليات أخذ العينات، بالإضافة إلى بروتوكول مراقبة التلوث. نقابة العمال في الشركة أملت في العودة إلى الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي أعاد وزير الزراعة ليقول بأنه لن يتم قبل التأكد الكامل من سلامة المنشأة. أعلن اتحاد شرطة مدينة مونريال عن انضمامه إلى من فقدوا الثقة برئيس بلدية المدينة جيرال ترومبلي. رئيس أخوية شرطة المدينة قال بأن الادعاءات بالفساد التي وردت في الشهادات أمام لجنة شاربونو لطخت صورة رئيس البلدية، والشرطة تسعى لأن تبقى ثقة المواطنين بها مطلقة. ناطقة باسم وزارة الشؤون البلدية شاطرت رئيس الشرطة هواجسه قائلة في المقابل أن حكومة الحزب الكيبيكي لن ترغم ترامبلي على الاستقالة، لكنها تشجعه على هذا الخيار. في أخبارنا المتفرقة، أقالت الحكومة الكيبيكية رئيس مكتب الاستماع العام حول شؤون البيئة بناء على اقتراح تقدم به وزير التنمية المستدامة. الأنباء تحدثت عن خلافات وتباينات سابقة بين الشخصين حول الموقف من صناعة وإنتاج الغاز الصخري.
تراقب الحكومة في مقاطعة كيبك عن كثب ما يجري في المجلس البلدي لمدينة ماسكوش بعد الخلافات الحادة نتيجة الاتهامات المساقة ضد رئيس البلدية بالفساد، وهو سيمثل أمام المحكمة اليوم. ناطق باسم وزيرة الشؤون البلدية قال بأن الباب أصبح مفتوحا أمام قرار حكومي بوضع البلدية تحت الوصاية القانونية. في إطار المشاورات التحضيرية لعقد المؤتمر الوطني حول التعليم، التقى وزير التعليم العالي في مقاطعة كيبك بيير دوشان بنقابة الطلاب الجامعيين. رئيسة النقابة عبرت عن رضاها من مقاربة الوزير والحكومة لمشاكل القطاع. سيتمكن سكان دائرة السان لوران في مدينة مونريال من محاورة المسؤولين حول مخطط إنشاء مجمع لتخمير النفايات المنزلية وتحويلها إلى سماد زراعي تعتزم البلدية إنشاءه خارج المنطقة السكنية. جلسة المشاورات الأولى ستنعقد مساء اليوم في سنتر ديل وزير قرب محطة مترو كوت فيرتو. أعلنت الحكومة الكندية عن انضمامها رسميا إلى محادثات الشراكة للدول الواقعة على المحيط الهادئ، الاتفاقية التي تأمل الحكومة من خلالها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الكندية. حذر التقرير النصف سنوي لصندوق النقد الدولي كندا من أن السوق العقاري فيها يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني الأوسع، وبأن الحكومة قد تحتاج للتدخل مرة جديدة إذا ما استمرت ديون الأسر بالارتفاع. الصندوق خفض النمو المتوقع في كندا بنسبة 0.2% لهذا العام. نهاية الأخبار، شكرا للمتابعة.